تقريبا كده في شخص مجهول منه لله، مش عارفين هو مين لحد دلوقتي، خد السيسي وضحك عليه وفهمه ان كلمة انجازات معناها انه يبني طرق وكباري، وتقريبا كده السيسي صدقه. ومن ساعتها وهو كل ما يقلب قرشين من الشعب او يستلف فلوس من اي دولة معدية ياخد الفلوس دي ويعمل بيها طرق. طب يا ريس ما تصرف شوية على التعليم ولا الصحة ولا حتى زود الدعم بدل ما انت بتلغيه كده، ولا اقولك انا عارف انك ما بتحبش تصرف في حاجة تنفع الشعب، بص خد الفلوس دي واصرفها على نفسك عادي، احنا موافقين، بس والنبي كفاية كباري بقى لحد كده احسن، ما عادش ليها مكان تتحط فيه، ومن كترها قربت تعدي بين رجلينا والله. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ خلاص خلاص. حالة العشق اللي بين السيسي والطرق اللي محدش فاهم سرها لحد دلوقتي بدأ من بدري قوي، من أيام ما كان السيسي لسه مترشح للرئاسة، بعد ما شعب ما نعرفوش في دولة ما نعرفهاش ضغط على السيسي عشان يترشح رغم انه ما كانش عاوز. هو ما كانش عامل انقلاب عشان طمعان في السلطة لا سمح الله، لا خالص، هو كان غاوي انقلابات من هو صغير عادي وكانت هواية عنده مش أكتر. المهم ان السيسي وقتها لا كان عنده برنامج انتخابي ولا رؤية لإدارة البلد ولا استراتيجية ولا اي حاجة خالص، ولحد دلوقتي ما عندوش والله برضو، بس هجيب منين يعني؟ اللي السيسي كان بيقول وقتها انه هيعمل مشاريع قومية كبيرة في البلد، بس احنا ساعتها ما كناش نعرف ان مفهومه عن المشاريع انها عبارة عن طرق وكباري يبنيهم الجيش. ده اللي عرفناه بعد كده لما قال انه هيعمل شبكة طرق تمسك البلد كده ومكور ايديه زي ما يكون هيدينا بالبنية. ومن ساعتها والسيسي هاتك يا كباري وطرق ومحدش بقى عارف يوقفه. طب اهدى شوية يا عم، حرام عليك نفسك، مش لازم كل يوم تفتتح طريق يعني الدنيا ما طرتش، وده ابدا كل نص ساعه تلاقيه بيفتتح طريق ولا كوبري، لدرجه اننا ما بنبقاش عارف الطريق ده فين اساسا ولا بيربط بين ايه وايه، والطرق بقت نازله علينا زي المطر اكتر من الحلقات اللي انا بعملها، لدرجه ان البلد خلاص اتملت وما بقاش فيها خرم ابره يتعمل فيه طريق او يتحط فيه كوبري، وفضل بس الدوله تعمل طرق في اوض نومنه او يبنوا كباري فوق بعضها. والموضوع بقى محير بصراحه، ايه اللي بين السيسي والطرق مخليه يحبها كده ويقبل عليها وما يعملش حاجه غيرها في البلد؟ هل مثلا عليه نادر وبيوفي، ولا وهو صغير كان نفسه يشتغل في كارتة، ولا يكونش عاوز يعمل شبكة طرق معقدة ومتشابكة بحيث ان هو يوصل الناس انهم في مرة وهم ماشيين عليها يتوهوا وما عرفوش يرجعوا بيوتهم فيبقى خلص منهم مرتاح خالص؟ محدش عارف الصراحة، بس للأمانة يعني احنا لاحظنا ان السيسي حتى وهو بيعمل طرق وكباري برضه ما بينساش الناس وبيفكر فيهم، ما مش معنى انه بيبني كباري يعني انه هينشغل عن شعبه، فبيعمل لهم كارتات على اول كل طريق عشان يدفعوا فيها دم قلبهم وياخد اللي معاهم. طب يا ريس يعني ايه رأيك وسط ما انت بتعمل طرق كده تفكر تعمل حاجة جديدة كنوع من التغيير يعني بحيث ان الناس ما تزهقش، يعني مثلا تبني مدرسة، تفتح مستشفى، وممكن تبقى تعمل جواها كوبري عادي بين العناية المركزة وأوضة العمليات مثلا طالما بتحب الكباري قوي كده، او بلاش مدرسه ومستشفى. ايه رايك الفلوس اللي انت بتعمل بيها كباري دي تستغلها في انك تدعم الناس وتحاول تخرجهم من تحت خط الفقر اللي عمالين ينزلوا تحت كل يوم والتاني؟ اقول لك بلاش برضه، سيبك من الناس، في داهيه الناس ان شاء الله ما طلعوا من تحت خط الفقر. مش انت بتحب المشاريع، اعمل مشاريع برضه بس تكون انتاجيه، حاجات صناعيه، حاجات زراعيه، ويبقى في منتجات ومحاصيل تنفع البلد بدل ما احنا ما بننتجش الا اسفلت كده على مدى الشوف. بس واضح ان المقترحات دي كلها ما كلتش مع السيسي، ولسه قافش برضه في موضوع الطرق، وشكله كده لو ما لقاش في البلد مكان يعمل فيه طريق هيبدا يبني طرق في دول تانية. والحقيقه لاننا بقينا بنبني طرق وكباري كتير جدا وفي اي حته، وفي نفس الوقت احنا دوله ما عندناش اي فكره عن حاجه اسمها تخطيط، فالحاجتين دول مع بعض كتر البنى وقله التخطيط بيقلبوا موجه كوميدي في الاخر ساعات يعني. فبنشوف مثلا محور الملك سلمان اللي بيتبنى في منطقه ترعه الزمر في الهرم، ونلاقيه لازق في العمارات السكنيه وبيحك في بلكونات الشقق وناقص يدخل يقعد جواها، يعني الكوبري ده لو تعب بالليل مثلا ممكن يخش اوضه نوم اي حد يريح فيها، وتصحى الصبح تلاقيه مدك جنبك في السرير عادي. ولما صور الكوبري ده انتشرت على السوشيال ميديا في مصر والعالم كله وهاتك يا كوميكس، لقينا مجله الايكونومكس البريطانيه بجلاله قدرها نشر صورة المحور وهو مزنوق بين العمارات، وكاتبة ان الصورة دي مش بس مسار للسخرية لكن دي كمان دليل على عدم كفاءة الحكومة. بس احنا الحكومة بتاعتنا مسكتتش، وطلع مسؤول كده قال ان العمارات هي اللي غلطانة مش الكوبري. هو عنده حق بصراحة، صحيح العمارات دي اتبنت قبل كوبري بسنين، بس كان لازم تتوقع ان في كوبري هيتعمل في الحته دي ويروحوا هم يتبنوا في اي حته تاني غير محور الملك سلمان وصوره اللي ضحكت علينا اللي يسوى واللي ما يسواش في اوروبا والدول المتقدمه. عندك محور تاني اسمه متحف الحضارات، هو اسمه كده، ما احنا من كتر المحاور اللي بنعملها ما بقيناش لاقيين اسماء نسميها لهم. المحور ده السيسي كان قافش انه يتعمل في منطقه مصر القديمه وصحراء المماليك، بس كان في مشكله بسيطه ان في السكه اللي المفروض المحور ده يمشي فيها كان في مقابر قديمه بيتقال انها اثريه. طب نعمل ايه؟
السيسي قال نهدها طبعا، المحور ابقى من الميت. وفعلا البلدوزرات والجرارات طلعت على هناك وهدمت كل المقابر دي، ولما ناس كتير منهم علماء اثار قالوا ان المقابر دي اثريه، الحكومه قالت المقابر دي لا اثريه ولا بتفهم في الاثار. هو تقريبا فكره الدوله عن المقابر الاثريه ان اللي بيبقى مدفون فيها اثار مش ميتين. والموضوع خد وقته من اللغط والحوارات اللي بلا هدف، لان في الاخر السيسي عمل اللي هو عاوزه وهد المقابر على الميتين اللي فيها وبدأ في تنفيذ المحور. وحتى مدينة نصر ومصر الجديدة نبهوا من الطرق نصيب، والدولة دخلت قطعت كل الأشجار المعمرة والمساحات الخضراء في المناطق دي وعملت مكانهم طرق، والسكان هناك بقوا كل يوم يصحوا من النوم يلاقوا كوبري جديد اتزرع فجأة في المنطقة، لدرجة ان الكباري هناك دخلت في بعض، واللي بقى يطلع من بيته عشان يروح مشوار ويقدر يوصل من غير ما يلاقي نفسه على حدود ليبيا يبقى بطل ويستحق انه يتكرم وياخد مكافأة. وبعيدا بقى عن سوء التخطيط في بناء الكباري وانشاء الطرق اللي عندنا منه كتير قوي ده، هنلاقي ان عندنا حاجة تانية ما تقلش روعة عن سوء التخطيط، وهي سوء الجودة بتاعة الطرق والكباري دي نفسها. يا دوبك بس السماء تفكر انها تمطر كوباية مية على مصر، نبص نلاقي الانهيارات الارضية والتشققات مالت الطرق، والحفر بقت في كل حتة زي ما حصل في طريق الواحات وغيره، اللي منظرهم بقى عامل زي ما يكونوا اتقصفوا قنابل ذرية مش نزل عليهم شوية مطر. ولما شفنا البلاوي دي كلها اللي بتحصل لشبكة الطرق اللي بتمسك مصر كده دي، كان لازم نسأل هو مين لا مؤاخذة الصنايعي الحمار اللي اشتغل في الحاجات دي وعمل طرق وكباري ورق بمليارات. ونبص نلاقي ان كل الكباري والمحاور والانفاق والطرق دي اللي عملها هو الجيش، هو اللي واخد المقاولة كلها في عبه بالامر المباشر من السيسي، ويا اما الجيش بينفذها بنفسه وبيشمر كم بدلته العسكرية ويسفلت بايده، يا بيجيب شركات صغيرة كده من الباطن ويخليها تشتغل ويديها فتفوتة من السبوبة. وكلمة سبوبة هي جزء مهم جدا من اجابة السؤال الذي حير الملايين، هو السيسي ليه شبطان في موضوع الطرق والكباري ده وما بيعملش غيرها؟ لان واضح كده ان الموضوع فيه فلوس وفساد وسرقة بالهبل. كفاية انك تعرف ان الفلوس اللي اتصرفت على انشاء الطرق في اخر 6 سنين بس كانوا حوالي 305 مليار جنيه، وحسب الخطة اللي الدولة حطاها هيوصل المبلغ في 2024 يعني كمان 4 سنين بس لأكتر من تريليون جنيه. كل الفلوس دي راحت على الطرق والكباري والمحاور اللي كتير منها أصلا ما بيخدمش غالبية الناس، بالعكس الطرق والكباري والشوارع في محافظات الدلتا والأقاليم والصعيد زي ما هي على حالتها القديمة السيئة، وما فيش حد في الدولة بيعبرها. النظام مهتم بس بالطرق اللي رايحة المدن الجديدة اللي بيبنيها الجيش ورجال الأعمال التابعين لي زي العلمين الجديدة، والقرى السياحية اللي المصريين معهمش فلوس يعدوا من قدام بوابتها حتى مش يصيفوا فيها، والعاصمة الإدارية. المليارات اللي دفعت في الطرق دي في دولة فقيرة جدا زي ما السيسي نفسه قال عن مصر، مش كان أولى إنها تدفع في حاجة أهم من كده زي الصحة مثلا أو التعليم أو الدعم أو أي حاجة ممكن تساعد الناس أو تخفف أعبائهم؟ المشكلة بقى إن الحكومة مش بس ما بتساعدش الناس، دي بتيجي عليهم كمان وطول الوقت بترفع عليهم أسعار السلع وتزود فواتير الكهرباء والغاز وتخترع لهم رسوم ودمغات وضرائب وتبتكر قوانين عشان تهد بيها بيوتهم وتاخد فلوسهم، وشغالة في تقليعهم ملط وتسويد عيشتهم بدون كلل أو ملل، والمطلوب إن الناس يستحملوا الفقر والجوع وسرقة الدولة ليهم عشان يبنوا بلدهم، مع إن السيسي نفسه ما بيقدرش يستحمل يعدي يوم من غير ما يفتتح كوبري صارف عليه مليارات جايبها من دم الناس أو سالفها من صندوق النقد الدولي اللي عشان نرضيه ويرضى يسلفنا تاني بنرفع الدعم عن الناس. بس طبعا كل يهون مقابل إننا نبني طرق وكباري ونطلع أوامر بصرف ميزانيات بمليارات عشان الجيش يستفيد وينبسط، والسادة اللي وقت يطلعوا مصالح من ورا الطرق دي ويملوا كروشهم. دولة السيسي للطرق والكباري اللي احنا عايشين فيها دلوقتي واضح انها مستمرة في اللي بتعمله بقالها 6 سنين ومكملة فيه، وهتفضل تصرف مليارات عشان تعمل طرق وكباري جديدة عشان السيسي ياخد اللقطة ويروح يفتتحها، وبالمرة الجيش يكون من وراها ثروة في الوقت اللي اغلب سكان مصر بيعانوا من الفقر والجوع والبطالة وسوء الحالة الصحية، وبيتقال لهم معلش استحملوا وافتقروا زيادة عشان نعرف نبني كباري، لأن الكوبري في مصر أهم من البني آدم. ولحد ما نشوف السيسي هيعمل الكوبري اللي جاي فين فمعنا اليوم حدوتة. بيقولوا أبا الحاج إن الحكومة أخيرا خدت بالها مننا وعرفت المر اللي ضايقينه والفقر اللي حاطط فوق دماغنا ومش راضي يسيبنا والجوع اللي قارص بطننا ليل نهار، قوم تاخد قرار وتبعت للعمدة فلوس لأجل ما يصرفها على البلد. ولما الكلام اتنطور عن الفلوس اللي حدا العمدة نلم نفسنا ونطلع بربطة المعلم على دواره ونقول له ما تلفينا الفلوس اللي الحكومة بعتها جناب العمدة لأجل ما نشوف مصلحتنا وناكل ونأكل عيالنا، قوم العمدة يبصلنا ويقول كان على عيني يا ولاد الحرام، بس الحكومة بعت الفلوس ومحددة اللي يتعامل بيها. طب وإيه اللي محددة الحكومة أبا العمدة؟ قال لك الحكومة راسها وألف سيف الفلوس تتصرف في عمل كوبري في البلد. يا سنة سودة، كوبري يا أبا الحاج، وده هنعمل بيه إيه؟ ولا مين هيستعمله ولا يمشي عليه؟ ولا هي البلد كلتها قد إيه عشان يتعمل فيها كوبري؟ دي شبر في شبر. والناس تتحايل على العمدة، والواد سنجاب يقول لحضرة العمدة ما توزع الفلوس علينا الله لا يسيئك، وابعت للحكومة قول لهم انك عملت كوبري واحنا نبصم على كده بالعشرة. العمدة يقول ولما تيجي لجنة من البندر تفتش على الكوبري وما تلاقيهوش،
اروح انا في توكر عشان شويه ما هتيج زيكم؟ والواد زنابق يقول ساعتها نبقى نشهد كلاتنا ان المطاريد نزلوا من الجبل وسرقوه. ام البه المأمور يبعت عسكري في القعده يكرد زنابق على صداغه ويقول له مطاريد يسرقوا كوبري وانا موجود يا ابن الحرام، انت عاوزهم يطلعوا لي معاش مبكر؟ ام بندر ابو جزره يقول خلاص احنا نعمل الكوبري بس ما نعملوش اسمنت ومسلح، احنا نجيب عجوه ونبني بيها الكوبري وبعد ما اللجنه تشوفه وتمشي نبقى ناكله، وهو نبقى استفدنا حاجه وما زعلناش الحكومه. وسنجاوي الهجام يقول والنبي حضره العمده ابقى خلي كوبري يعدي جنب سطح بيوت الكبارات لاجل ما نط من عليه واسرق الفراخ اللي بيربوها فوق بيوتهم. وكل نفر بقى بكلمه. الاكاد ابو الحاج كنا مستغربين ان العمده والبه المامور قاعدين يسمعونا ومطولين بالهم علينا، اتاب الموضوع فيه ان قال لك العمده والمامور موسعين خلقهم عشان محتاجيننا وعاوزيننا نبني احنا الكوبري بالسخره بدل ما يجيبوا عمال بالاجره عشان يوفروا من الفلوس ويحطوها في بيوتهم، ولما نعرف كده نحرن ابو الحاج وكل نفر يحلف طلاق ثلاثه ما هو مدد ايده في الكوبري، والعمده والمامور اخر ما يغلبوا يخلي رجالتهم يعلقونا وينزلوا فينا عزق. بس مفيش فايده، العند ركبنا وبقينا نتكهرب ونتعذب وبرضك ما نرضاش نشتغل في الكوبري. وقال لك الحكومه لما عرفت باللي حصل سحبت الفلوس من العمده والمامور وهفتهم جزه محترم وادت مقاوله الكوبري للجيش لاجل ما ينفذه هو، وقلنا معلش جيش جيش دول برضو خير اجناد الارض، المهم ان العمده والمامور طلعوا منها واحنا ما اشتغلناش بالسخره. وتعدي الايام ابو الحاج ومفيش حاجه تتبني ولا نشوف جرارات ولا بلدوزرات ولا شكاير رمل واسمنت ولا سيخ حديد هوبت ناحيه البلد. يكونش الجيش غير رايه وقلبه حن وهيوزع الفلوس علينا بعد ما علم بحالنا؟ واللي زود الامل جوانا ابو الحاج ان الجيش بعت منادي في البلد يقول ان البهوات الضباط عاوزين كل اهل البلد تما يتجمعوا حدا الساقيه القبليه، قلنا لزوما هيوزعوا علينا فلوس او جابوا لنا بيها لحمه وتومين، ونروح مزقططين لحد الساقيه القبليه ونلاقي البهوات الضباط واقفين بس لا نشوف زكايب فلوس جارهم ولا نلمح كراتين تومين قبالهم، كل اللي نشوفه شريطه حمراء متعلقه بين سجارتين. ولما البلد كلها هتتلم ومحدش بقى فاهم حاجه نلاقي البهوات الضباط يمسكوا مقص ويدخلوا على الشريطه الحمراء ويقطعوها وهاتك يا تسقيف، وما احنا نسقف معاهم. والبه الظابط يبص لنا ويبتسم ويقول مبروك عليكم الكوبري يا اهل البلد، وانتنح ابو الحاج. والواد بصل ابن الحاج كراطه يتسحب من لسانه ويقول هو فين الكوبري ده يا سيادنا من غير لا مؤاخذه؟ والبه الظابط يبص له ويرد عليه ويقول له الكوبري موجود بس احنا خافينه من الاشرار اعداء الوطن اللي يجوا يدمروه، لما نخلص منهم هنبقى نظهره. والبهوات يقولوا كده ويمشوا ابو الحاج واحنا نفضل واقفين وفاتحين بقنا وباصين لبعض من غير ما ننطق، ونشوفكم على خير ان شاء الله.